مراد الهبلي كان لهنا في اكسبريس اف ام معايا، قال تصريح اللي الصفاقسيه ما يتعاملوش معناتها مع اللاعبين الكل كيف كيف. شنو فما تمييز بين اولاد الجمعيه من صفاقس واللي جايين من برا من تونس ومن جهات اخرى؟ لا مش عند الناس كل حكايات، يعني قلت لك بالنسبه لي انا خاطر الفيزافي نتاعي ديريكت نعاود لك رئيس النادي ومعز المستير، الناس هذوما قاموا معايا بالواجب وقت استحقيتهم لقيتهم في اي وقت نلقاهم والباقي كل ما يمثلني حتى بشر. معناتها ما عشتش حاجات من النوع هذا ولا لا؟ الناس كل كيف لا ما عشتش، بالعكس فما دوما ما بجلت، معناها صارت فازه مع رئيس النادي بجلني وقت بريود عرس، بجلني على اصحابي هما وقت ما خذوش بريم روند ما خذيت كان انا واصحابي زاد نشكرهم زاد وقت ما تغشوش. لا بالعكس هما اللي دزوا معايا وقالوا له جوني يعطيك جوني بشي عرس، خذيت كان انا بريم روند ما هذاك، علاش ديما بقيت نشوف له باه وديما حتى كي نحكي عليه بالباهي فهمتني كيف كيف. فهم ديما مع معز المستيري تبجى كيما وسط الدار، معناها تحب ولا تكره يقول لك انا ما عندي ما نعمل لك. سمعني سي معز راه مشكري كان في الميكرو. سي معز مش كان المحمد علي جوزر على جيبه، راه كاري الغيث في بالي على جيبه، في بالي شكون اخر على جيبه، حرزي زاده في بالي على جيبه، ما نعرفش شكون اللي على جيبه ومش على جيبه. اما انا واحد من الناس قبل ما حتى ريتك خرج من النادي، خرج من النادي اللي سيقص وصارت فازه معايا، معناها طلبوني عدا قال لي يا جويني هذا التليفون بالحرف الواحد، يا جويني انت راك انسى حكايه الدار ما تخممش، سوا انا في نادي ريال السويق مانيش هناك. طلبك الملاك على الدار؟ طلبني معز المستيري، معناها قال لي اوكي هاكا راهو سي بو خلص الكري، هو مش عندك فيها حتى هو مش موجود. مش موجود هو ديجا وقتها وخلص لي هو الكري هذاك، علاش حتى كي توفى الكوره انا تو ريت توفى الكوره وفي المكتوب معناها ديال ريال السويق فما ناس نبقى مثلا معز المستيري وانيس القاسمي لين يهز ربي نتاعو يبقاو اصحابي واخواتي بالنسبه لي. كيف برشا حاجة مهمة لازم الجمهور يعرفها. انا قلت لك انا واحد من الناس من صفاقس ربحت محبة العباد وربحت برشا اصحاب، برشا اصحاب ناحية اللي حكيت لك عليهم، برشا اصحاب حمدي العوي معناها برشا اصحاب عندي معناها ولي وكذا خي انسي وفات الكورة ما فاتش وكتب المكتوب باش نعاود ما كتبش، هذوك يبقاو اصحابي واخواتي ندخل لصفاقس نخرج من صفاقس. باهي فما نقطة مشتركة بينكم الزوز اللي هي شنو؟ بخلافكم تلعبوا في بالضبط لعبتوا في استاد الزوز قبل السي اس اس. خلينا نبدا مع محمد السعد، هاي جمعيتك الام ملعب التونسي. سناء سيتياسيون صعيبه الاستاد تلقى روحها في الديفيزيون 2، كنت تتوقع على شيء هذا؟ شنو رايك في صيف الاستاد محمد؟ والله كازيون يعرف اقسم بالله نهارين ما لقيتش على الاستاد، والله قسم بالله هذاك اللي كتب له ربي معناها. حاسب رايك في الميكرو محمد، حاسب رايك شكون المتسبب في سيتياسيون الاستاد؟ شنو اللي صار؟ برشا تسبب برشا معناها الكل مش واحد مش اثنين معناتها كل شيء. قدر الاستاد راهي سنة عندها من احسن اللي في كتيف في سيزون معناها في الجمعيات معناها فهمت، عندها قدام معناتها جوالات باين نعرفهم معناها كورت كونترهم ونعرفهم شنو هي الحاجات اللي خلات. فما حاجات لداخل الحقيقه ما نعرفهمش انا في الاستاد معناها فهمت، نتبع صحيح الماتشات الكره راني بريسك نتاع الاستاد فرش فيها فما حاجات فما برشا بوانيت ضيعوهم في باردو فهمت، والله اعلم شنو هي صار معناها. انت تتابع جوين استاد؟ انت ولد مقرين هكا؟ ولد مقرين انا عايش في جرجيس ومن بعد جيت للاستاد. ايه بعد استاد. تبع استاد وديجا راني قلت لك انا راني ونمشي نعمل اصحاب وواحد ديجا لتو عندي خويا وصاحبي العكروت لتو نكلم فيه نحكي انا وياه. عرفتهم معنا استاد تونيزيا سبب باش كنا عرفنا بعضنا. امين العكروت ولا النبي؟ لا واحد بوبليك. اصحاب انا وياه يموت على الاستاد لتو نحكي انا وياه قبل ما تستاد نكلمه يكلمني. باهي محمد يقولوا مستفز شويه انت فوق الطيران. لا والله لا بالعكس، خاصه في ماتشات الكلوب. والله لا بالعكس الولد يحب الكلوب. وانت الدار ما ندخلهاش انا كان قال لك وانت انا انا ما نكذبش عليك انا وقت لعبت السي اس اس حبيت السي اس اس قبل السي اس اس قبل السي اس اس وانت صغير شنو هي جمعيتك؟ وانا صغير خليك عليك من مقرين معناها باش تكون مكشخ خليك لوبيست يا مقرين هيك كحلة وقولك في السياسية حتى الجمهور السياسي يفهم والله نحكي معك لا أخي بتبيع مولود في العاصمة بتبيش من عندك يا سياسي بالضبط يا كلوب اسبيرانس النهار اللي لعبت نادي ريال السويق تشوف الجمهور هذاك والدنيا هذيك متفاهمين قبل سكوت يا قبل خليك هيك وانت تجاوبني ولا
نجاوبك انا نورمال. أيه انا قول. ولد ستاد انا شني تحب ستاد؟ اي ولد ستاد. ما عندكش متمين شويه لكلوب اسبيرونس؟ لا لا هذاك اللي يربح ربي معاه امور. واضح. باهي خلينا نحكوا على المستقبل. اي شفما تفهميش فما نيغوسياسيون على الكونترا. بون محمد بن علي قال لي باش يقعد معنا. عارفش عنده معلومات ولا تخمينات منه هو عارفش بالضبط. انت شنو رايك شنو فما؟ كلموك على التجديد تاع ولا؟ احكي له مع شخص معين كان فما امور. مسؤول ولا شنو شخص معين؟ مسؤول اي بيان سور مسؤول. معز مستيري. انا قلت لك كان فما امور. معز مستيري. ما تجاوزني جاوبني. انا قلت لك كان فما امور تصلحت ان شاء الله وتفهمنا ما عنديش مشكل معنا. معناها فما مفاوضات. فما مي اللي فيه الخير ربي يسهل فيه سواء في السياسيه سواء ان شاء الله. بالمناسبه كان عاود في سويق بطبيعتي نتمنى التوفيق. كان ما عاودش نتمنى لهم التوفيق. اكثر حاجه باش تغيظني يمكن خروجي من السياسات. اليوم اصحابي واخواتي معناها خاصه هذا خاصه المهبول اللي قدامي هو يعرف مستتنجيا معايا وغيث وسوله عمار كلهم الاولاد الكل فهمت. اسمع البارح كنت في عثمانيه في اي اف ام قلت جاني عرض من جمعيه كبيره اليوم تزيدني حاجه ليان يعني. لا خليها جمعيه كبيره خليها جمعيه كبيره وكا والله خاطر ما اوكي وصل لي التليفون والعرض في العاصمه مازال ولا في الساحل؟ ربي الساحل. اي في العاصمه ولا في الساحل؟ زدني حاجه على الاقل. سامعني كان قلت لك في العاصمه ولا كان قلت لك في الساحل سي بون واضحه. كان قلت لك في العاصمه بقوزو. لا في الساحل فما برشا جمعيات في الساحل مش كان في العاصمه. لا كبيره. جمعيه كبيره. تحب ولا تكره فما الاربعه الكبار ومعهم شويه استاد تونيزيان حتى مستير كبيره باهي. نادي البنزرت. كل احترامي للمستير كان انت ظافك تولد فيه جمعيه المستير. لا مش يورد فيا مع كل احترامي للمستير اوكي جمعيه كبيره ما كتاك تتويت تاع تسمي الاربعه هما مع مستر تونسي او سيابي. اي وانت شكون اللي كان باهي سيدي يعطيكم الصحة بالتوفيق عليكم ان شاء الله مستقبلا سواء في السياسات ولا في جمعيات اخرى. انت مكمل مع السياسات مازال عندك؟ مكمل مازال عام مع السياسات. فماش ديزوفر حاجه هكاك والله الله اعلم قسم بالله. وبعد ما يوفى الكونترا احكوا معك في التجديد ساعه ولا ما يبداو من تو يحكوا معك مازال ما ترجع ولا مول داخله بعضها مازال نرجع ونطلع من بعد عمرك. اسمعني شوف هو يمكن ما ينجمش يحكي على راحته خاطر من حق واحد ومازال في الكونترا لازم باش تحكي مع جوير على التجديد راك لازم تخلص القديم خلص القديم على الاقل تعمل حاجه بيه راك باش تحكي مع جوير على التجديد. ماكش انت سامحني ماكش مرقل معاه في القديم جديد تقول له جدد اصلا انت ما تنجمش تكلم تو كيما ايدو باش ناخذ بار اكزومبل ايدو بالنسبه لي من اقوى لي زاتاكونات معناها لاطونس سوا هو سوا شوار تو ايدو هو الوضعيه الاقوى. انت تحب ولا تكره سي اس اس كان وصل لخرج ايدو ندير شخص اوكي متقف على حد باش تخسر تكون من حجم الثقيل. خاطر انت وقتها جيت تحكي مع هيدو جيت تحكي معه تو هيدو اللي تو ناكد لك ومعلوم اكد اللي فما فريق زاد كبير في تونس يحب على هيدو. اي ترجي كلموه فهمني مش قاعد في تونس مش قاعد. اي زيدني حاجه قاعد مش قاعد في تونس وين ماشي؟ اي زيو خرج لبرا قاعد في تونس انت تحب ولا تكره باش تخسر مهاجم اللي انت كنت تنجم تجدد له من بعد هو عنده عروض من مصر هذاك علاش راني قبيلك قلت يا ناس تلفتوا للنادي نتاعكم خاطر بالحق باش من بعد تقول يا ما تجيش تقول يا ليدني انت عاجبك اسكو اللي صار في الكلوب افريكا. تحب ولا تكره النادي الافريقي جمهوره برك يفجع. صحيح تك صحة محمد علي شرفتنا جوين اليوم بحضرنا بحضرنا وان شاء الله مبروك كاس تونس ونشوفوك في جمعية اخرى متألق ان شاء الله. ان شاء الله عايش ربي يخليك. ايضا محمد بن علي شكرا ليك ان شاء الله موفق العام الجاي مع السياسات لمليء القاب اخرى ان شاء الله عايش.